السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أغلب الأبحاث العلمية أو في أغلب الرسائل سواء ماجستير أو دكتوراه بيكون الواحد محتاج العدد يجاوب على الاستبيان، وكل ما عدد كان كبير كل ما ده مؤشر إن النتيجة أو الأرقام اللي طلعت أو النسبة اللي طلعت أقرب للحقيقة. يعني لو إحنا عملنا استبيان 10 أشخاص ممكن ميكونش 10 أشخاص دول بيمثلوا الشريحة، إنما لو عملناها مثلا على 500 600 يبقى في احتمال أكبر إن 500 دول متنوعين أكتر، فده يدل على الشريحة نفسها بشكل أفضل. بس غالبا الناس بتكسل لأن بتجيله رسائل كتيرة بيقول له اعمل لي الاستبيان دوت، والاستبيان بياخد وقت، ففي ناس كتيرة بتكسل. ففي فكرة حلوة عجبتني، بحس إن أغلب الناس تجاوب على الاستبيان، هو إن أنت تديله هدية، تديله مقابل، يعني تقول له الوقت دوت هيبقى فيه مقابل في الآخر. الفكرة هيت كان عاملها الدكتور أحمد السنوسي، بيقول أهو في 850 نموذج إداري هيبقوا هدية لو أنت جاوبت على الاستبيان. أول ما تخلص الاستبيان هتطلع لك النماذج دي تقدر تحملها وتقدر تشتغل بيها. فدي فكرة جميلة وذكية، وهتلاقي الرابط أسفل الفيديو بحيث إن أنت تقدر تجاوب على الاستبيان وتطلع لك هدية. برضه لو أنت عامل الاستبيان أي حاجة حاول تحط هدية مرتبطة بالحاجة بتاعت الاستبيان، يعني ما تحطش حاجة مختلفة. ممكن يكون الاستبيان مثلا عن المدن، مثلا تصميم المدن، فلو انت حطيت هدية مختلفة ممكن ما يكونش الناس مهتمية بالاستبيان وهي نفس اللي مهتمين بالهدية، خليها نفس الحاجة. يعني هديك مثلا ملفات اوتوكاد متعلقة بتصميم المدن او كتب لتصميم المدن بعد ما جاوب الاستبيان، فده اكيد اكيد هيزود شريحة الناس اللي هتجاوب على الاستبيان ان شاء الله.